good essence. ديالي مشات للسبيطار قسما بالله ولدات قدامي نقسم الطواليت حاجاك دخلت بقيت هز رجليا للسما وما كاين لا ولدها هذيك اللي كيقولوا لها حاجه في السبيطار قالت لي ما حطيتيش دابا 600 درهم والله الا حطيت يدي فيها مالهم يجيو هاد البوليس لتما ويديروا خدمتهم جايين يحاربوا الشعب هذا اللي باغي مظاهره سلميه كيدويو على حقهم شحال وانا شاده الدبلوم ديالي ما خداماش به كنمشي نتفاسي فيك تيقول لك سيري عشان عيطوا لك الدراري دراري عندهم 25 26 عام كيبغيو يتزوجوا ولا اي حاجه بشحال هو مخلص ب 40000 يخلص بها الكره يخلص بها الظلمه يخلص بها الدواء على مو ولا با شنو غادي يدير بها وتجي بنت تقول له انا دير لي ضارب بوحدي نمشيش نقراصه بزاف ما يولي الفساد واش ولي ما نعرف شنو راه باغيين الشعب يتشور عليهم زيد مكملين بهذا التجاوز تلقيح راه عيب وعار وحق الله انا ملي شفت ماما كتولد قدامي ولات عندي فوبيا من الولاده واش مراه كبيره فلاش كتولد وتجي حاجه زي ما تقول لها حاجه في السبيطار تقول لها عطيني 600 درهم راه حشومه واخر مره مشيت عشان ديجا السبيطار دكات تلقيح طاحت الارض قال لكم انا حنا قلنا لك جيبيها في التلفازه اجيو برا التلفازه ما قلناش لك جيبها والله ما بقاتش فيها وما غادي نديرو لا الاولى لا الثانيه لا الثالثه انا هاد الدرع هذا ما تجي فيه حتى شي وحده واخا يوقع اللي وقع سير في حالك البلاد ماشي ديالك سير في حالك يا اخ النوش علاش الرئيس اللي جا كيضحك علينا علاش اي رئيس كيطلع كيقول لك غندير للشعبي غندير الشعب حيت الشعب زارو الشعب ما كاينش الشعب ساكت على حقه واليوم الشعب جاي يدوي على حقه هاد المواطنه المغربيه بنت الكاريان ساكنه تحت القصدير طلعت لي الريشه في راسها واش عباد الله ساكنه تحت القصدير طواليت خارزه وانت شي واحد ما مسوق لينا خويا ماشي طالع كيحرق باش يهرب من بلاده قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم